كابتن احمد فتحي طبعا بعد نهايه الموسم تفاجئ الجميع برحيلك عن الفريق. هل الرحيل كان بالاتفاق مع الزمالك وانت فقط، ولا الاداره اللي وجهت لك شغل؟ احكي لنا بقى كواليس رحيلك عن الفريق. لا هو يعني رحيل عن النادي كان بالاتفاق، انا كنت طالب ان انا امشي طبعا لكذا حاجه، اولها طبعا ان انا شايف ان انا لسه عندي نادي في الملاعب طبعا، وانا الحمد لله طول حياتي كلها انا بلعب في الملعب اساسي، والنادي بقى شايف ان هم ليه وجهه نظر، يعني شايفين ان هم في لعيب مثلا صغير او في ناشئين او الكلام ده كله، هم شايفين الاولويه للناشئين، وانا شايف ان انا زي ما قلت حضرتك كده ان انا حابب ان انا العب واكون متواجد على طول في الملعب والعب وادي تاني في الملعب يعني وكده، فطلبت ان انا الرحيل عشان خاطر اللعب يعني. يعني نقدر نقول ان كابتن احمد فتحي شايف ان انت تعرضت للظلم في الموسم اللي فات مع الزمالك؟ طبعا انا شايف انا طبعا ظلم كبير كمان، لان انا الحمد لله كنت بتمرن كويس جدا السنه دي، وكنت بادئ بدري بتمرن لوحدي برايفت، وحاولت كتير ان انا اكون موجود وارجع تاني للملعب وكده، بس هم كان زي ما قلت حضرتك هم كان ليهم وجهه نظر شايفينها، وانا شايف ان هي هم مش هيغيروها، انا بقى كويس انا وحش اللي بيلعب مثلا كويس او وحش، لا هم شايفين حاجه معينه عايزين يكملوا بيها، فخلاص فلقيت نفسي في اختلاف وجهات النظر، فلقيت ان انا الاحسن ليا طبعا ان انا اشوف يعني ابدا في مكان جديد تاني، وربنا يكرم، وانا كده زي ما قلت لحضرتك ان انا بعد برضه عن الزمالك ان انا ارجع له تاني في اي يوم تاني او اي وقت تاني وتحت امر النادي يعني. شايف ان اداره الزمالك بتتاثر بارائها تحديدا في العاب الصالات من خلال صفحات السوشيال ميديا، صح ولا غلط؟ بنسبه كبيره انا شايف ان الاداره بتتاثر بالصفحات بتاعت الميديا وكده، ف يعني في حاجات كتير كده يعني في حاجات كتير حصلت اثبتت لي كده فعلا، بس مش عارف هم يعني في ناس مثلا معينه هم بيثقوا فيها او هم مش يعني في ناس مش بيثقوا فيها مثلا في النادي بتشتغل وكده، فدي حقيقه شايف انها بتتاثر. يقال ان في تدخل من احد اعضاء مجلس اداره الزمالك الحالي لفرض اسماء بعينهم على مدرب فريق الطايره، صح ولا غلط؟ برضه صح بنسبه كبيره في جميع الالعاب، يعني مش شايف الفولي بس يعني جميع الالعاب.